إن إقامة الحق ونشر العدل أمر يستلزم ويتبع انتظام القيام، انتظام الكينونة. وما هي الكينونة وما هو القيام؟ إنما هو انتظام الحياة. وما هو انتظام الحياة؟ إنه انتظام المجتمع، إنه التزام كل فرد من المجتمع لواجبه، والتزامه في حصول ما له أن يحصل عليه، حدود حقه، ومحاسبته لضميره ونفسه في أداء ما يجب عليه لغيره. إن قيام الإنسان في التزاماته وواجباته بهدي من ضميره ومن أعماق نفسه، وعدم تجاوزه لحقه، وتقديره لنفسه بتحميلها ما تطيق وإعفائها مما لا تطيق. إن هذا ما يحييه في هذه الحياة وفي هذه الحلقة من حلقات حيواته، وفي هذه الدورة من دوراته في الحياة. فإذا تعرف إلى نفسه فعرفها، وإلى التزاماته فأداها، وإلى حقوقه فاستمتعها، وإلى كيانه فأدركه، فقد سلك مسالك الحياة وبدأ يقيم الحق في نفسه وينشر العدالة في حده. إن صلح لهذا المعنى وصلح به، كان بمثاليته لمحيطه مثلا أعلى ونبراسا يحتذى، فتابعه من يتابعه من أهله ومن أهل ذوقه ومن أهل تواصيه بمعاني حقه، فينتشر الحق على هذا التصوير ويقوم العدل في هذا التدبير. إن هذا الذي أشير إليه يجعل من الإنسان في كيانه نواة للحق أو نواة لحقه، ويجعل للإنسان في وجوده نواة لكون ينتشر فيه العدل ويقوم فيه الحق. فعن أي حق تريدون أن نتحدث؟